امرأة خببت امرأة اخرى على زوجها، فماذا عليها من العقاب؟ في الحديث ملعون من خبب امرأة على زوجها. فتخبيب المرأة، إفساد المرأة على زوجها، تنفيرها منه، هذا يوجب اللعنة من الله سبحانه وتعالى، لا يجوز هذا. عليها التوبة إلى الله وأن تصلح بين الزوجين بدل ما أفسدت بينهما، وتتوب إلى الله عز وجل ولا تعود لمثل هذا.